بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب المتابعين. طبعا عندي المكنسة الكهربائية لا تعمل، والسبب الله يحفظكم، دائما الخدامات أثناء التكنيس يمططون يجرجرون في هذا الواير سلك الكهرباء، وبالتالي يعني فحص جميع الأسلاك زين التوصيلات. لكن راح أرويكم طريقة ممكن تعرفونها وممكن أيضا تتعلمون منها شيء مفيد. طبعا دائما راح نفحص الأوم مقاومة التوصيل. هذه طبعا الأوم مقاومة إذا كان في أي اتصال بين الأسلاك زين. طبعا قطعة السلك لاني متأكد انه عندي مشكلة في السلك، ف ما بين اول شيء راح تفحص الفيوز، تشوف الفيوز طبعا اذا كان فيه اي اتصال. فيوز سليم زين، ما في اي مشكلة. والحين راح تفحص ما بين الحار السلك البني ايضا مع التوصيله في هذه المنطقه. طبعا قطعت السلك لاني وجدت ان عندي مشكله في السلك، فهذا الحار بني وهذا البني راح نفحص بينهم. هذا البني مع السلك البني هنا في اتصال. طبعا مثل ما قلت لكم فحصت وتاكدت اخيرا ان عندي مشكله في السلك، ما في اي توصيل ما بين النهايات هذه او الوصلات هذه طبعا اللي تركب في المحرك زين. الحين ايضا راح نفحص ما بين الازرق زين، السلك الازرق اللي هو البارد ايضا مع السلك الازرق في هذه المنطقه. طبعا هذه المنطقه الازرق زين، ما في اي اتصال، ما في اي صوت زين. الاصفر زين، هذه الأرضية طبعا في اتصال، لكن الأزرق ما في أي اتصال زين. الأزرق ما عندي أي اتصال في الأزرق أو البارد. أوكي، إذا المشكلة تكون عندي في السلك هذا مقطوع، السلك البارد. أوكي، الحين طبعا راح ارجع الكفر وراح نشوف من وين اي او وين مكان القطع. طبعا هذا الحين طبعا سليم، ما عندنا اي مشكله الحار، لكن عندنا مشكله في البارد زين. طبعا ركبت الكيبل في الكهرباء والسلك مقطوع لاني ابغى اكتشف مكان القطع. طبعا الحار واصل، طبعا هذا الجهاز او اي جهاز اخر اللي هو يعطيك ACV detect or non contact زين، راح يمكنك من عرفك اذا كان في كهرباء ولا. طبعا شغلت الكهرباء، الحين السلك هذا طبعا كامل في كهرباء، هنا ايضا في كهرباء، هذا في كهرباء لغاية هذا في كهرباء، هذا في كهرباء، هذا دليل على ان البني او الحار سليم. اوكي، ايضا الحين راح اطفي. الحين طبعا لن نستطيع ان نفحص البارد لغايه ما نخلع البارد من هالجهه ونركبه في جهه الحار زين. طبعا فصلت البني لان البني سليم وركبت الازرق. طبعا هذه الطريقة راح تمكنك من معرفة أين القطع في هذا السلك، وراح تركبه في الكيبل. خلنا رجعت القطع زين، الحين تركب تشغل. طبعا الحين السلك البني أو سوري السلك الأزرق هو الحار، تلاحظون السلك الأزرق الحين
في هذه المنطقة كلها عندنا اتصال 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 في المكان الذي راح يختفي فيه كله فيه موجود صراحة. على الرغم انه ما يعطينا صراحة زين موجود، على الرغم انه ما يعطينا فيه حاضر زين، لكن شو السبب انه صراحة شو السبب انه ما يوصل؟ مشكلة صعبة جدا صراحة، يعني ما في اتصال ولكن الكهرباء توصل على السلك زين. هذه مصيبة طبعا، هذه كانت الطريقة، لكن مشكلة السلك هذه ممكن يكون فيه مد بسيط زين، ولكن ما يوصل 220 فولت. الحين صراحة بعد هذا الاختبار راح نبدأ اختبار انت وحظك زين، راح نقطع وصل ونشوف هل في اتصال او لا. طبعا قطعت الوصلة هذه زين، الحين راح نشيك بالمقاومة ما بين البارد مع التوصيلة هذه. قطعنا الوصلة الثانية وايضا راح نفحص بالمقاومة. طبعا الوصلة الثانية الحين عندي اتصال ما بين الازرق والتوصيلة، الحين راح نحصل كهرباء ما بين السلكين هذول. طبعا كانت مشكلة، ممكن في عندنا قطع بسيط زين، إعادة ترتيب الأسلاك، عندنا ترتيب الأسلاك أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى ونتعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. طبعا السلك ممكن قصر شوي، ومن عادة صراحة عمال المنازل أنهم يسحبون المكينة هذه ودائما يقطع السلك. يلا أشوفكم على خير إن شاء الله.